أهلا بكم. ما هو اتحاد المصدرين السوري الذي أقر مجلس الشعب التابع للنظام إلغاءه؟ وما حقيقة تقديرات رئيس الاتحاد السابق؟ إن قيمة الصادرات السورية عبر الاتحاد تتجاوز 7 مليارات دولار في عام 2017، ولماذا تم استهداف الاتحاد من قبل النظام السوري؟ أثار قرار مجلس الشعب التابع للنظام إلغاء اتحاد المصدرين السوري جدلاً في الأوساط الاقتصادية في الوقت الذي تشهد فيه الليرة السورية انخفاضاً حاداً أمام الدولار. قرار المجلس جاء بدون مبررات، فسبب بظهور نظريات متعددة عن أهمية هذا الاتحاد وحقيقة إسهامه في الاقتصاد السوري. الاتحاد وعبر موقعه الإلكتروني حدد مهام الاتحاد بتمثيل المصدرين السوريين وتبني قضاياهم محليا وعالميا والدفاع عن مصالحهم وتنظيم التصدير وتنمية وترويج الصادرات. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي السيد سمير طويل الصحفي والمتخصص بالشأن الاقتصادي. أهلا بك سيد سمير. مساء الخير لكم السادة المشاهدين. نعم، في البداية لو تحدثنا عن دور الاتحاد، اتحاد مصدري سوريا. باتحاد مصدري السوريين تم تأسيسه في العام 2009، يعني مجلس الشعب السوري أقر مشروع قانون إحداث اتحاد المصدرين السوريين في العام 2009، وطبعا بالعام 2010 باشر هذا الاتحاد عمله. خلينا بس نسلط الضوء شوي على انطلاقة اتحاد المصدرين بسوريا بالعام 2009. تفضل. اتحاد المصدرين هو يعني نتيجة اجتماعات بين اتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الزراعة وبعض الصناعيين، تم انتخاب مجلس، او خلينا نقول جمعيه عفوا مؤلفه من 50 رجل اعمال او مصدر صناعي وصناعي او تجار سوريين، اطلقوا اتحاد المصدرين. وكان الهدف من اطلاق هذا الاتحاد اللي جاء بعد احداث هيئه تنميه وتمويل الصادرات السوريه وصندوق دعم الصادرات السوريه، متمم لاليه عمل التصدير بخلال هاي الفترة. تم تشكيل مجلس إدارة لاتحاد المصدرين السوريين، وتم تحديد أهداف معينة لتقديم الدعم للصادرات يعني السورية. هو يعني مجلس مستقل، مجلس غير مستقل، لأنه في أعضاء بهذا المجلس ممثلين الحكومة السورية من وزارة الاقتصاد أو وزارة الصناعة، كذلك اتحاد الفلاحين على سبيل المثال. يعني هذا يعتبر صحيح هو منظمة شعبية، لكن اتحاد الفلاحين كان موجود. طبعا اتحاد الفلاحين لغاية العام 2010 تم إلحاقهم بمجلس إدارة اتحاد المصدرين، بعد ما كان البديل عنهم هو اتحاد غرف الزراعة السورية. الاتحاد الفلاحين هو اعتبر نفسه مصدر، بما انه في 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 من ضمن موضوع التصدير وتصدير الخضروات والحمضيات وزيت الزيتون والزيتون، فاتحاد المصدرين عفوا اتحاد الفلاحين فرض نفسه بالضبط فرض نفسه على الحكومه السوريه بالعام 2010، وناجي عطري بوقتها كان رئيس الحكومه السوريه حكومه النظام، هو اللي اصدر قرار ضم 2 من اتحاد الفلاحين لاتحاد المصدرين. هلا اتحاد المصدرين حاول اتخاذ له مقر، في له مقرين طبعا، مقر كمكتب موجود بمنطقه المهاجرين بنفس مبنى تبع هيئه الترويج وتنمية الصادرات السوريه، واتخذ له معرض دائم بمنطقه معرض دمشق الدولي، يعني اخذوا جناح سموه المعرض الدائم. وانطلق اتحاد المصدرين على امل انه
يدعم التنافسية، يدعم الجودة، يدعم المصدرين السوريين. طبعا هلا نحن حنحكي خلال الحلقة عن آلية الدعم وطرق الدعم واللي حصل على أرض الواقع. نعم، يعني حبذا لو يعني تروي لنا كيف كان دوره في الإسهام للمصدرين السوريين. بالحقيقة بالبداية كان الهدف من اتحاد المصدرين أو من تشكيل مجلس الإدارة هو تعيين أكبر مصدرين بسوريا، يعني بمعنى آخر يكون ضمن مجلس الإدارة أكبر تجار مصدرين خارج سوريا، يعني هم صناعيين سوريين ويقومون بالتصدير إلى أوروبا أو دول الخليج أو بعض الدول الجوار. طبعا كان رئيس الاتحاد آنذاك هاني عزوز، الصناعي هاني عزوز اللي يملك أكبر مصنع لصناعة الأخشاب والألواح الخشبية والأوراق، طبعا موجود بمصنعه بحلب. لا لكن هو تفاجأ، هاني عزوز من الناس اللي تفاجأوا أنه ما شمل التصدير، لأنه السلع اللي تم اختيارها فيما بعد لدعم الصادرات ما ضمنت صناعة الأخشاب. يعني هم تم اختيار فيما بعد زيتون وزيت الزيتون، تم اختيار الكونسيرفا، تم اختيار الألبسة الجاهزة، تم اختيار الغزول، واستثنت باقي الصناعات بغض النظر انه هي عم تحقق. يعني ما هو المقياس؟ يعني هل كل ما يتم تصديره لماذا فقط يعني قصر على كأن الصادرات الزراعية هي الأساس؟ بالصحيح، الصادرات الزراعية ومن ثم موضوع الكونسيرفا، طبعا خلينا نقول الصادرات الزراعية كمادة خام والغذائية، يعني أيضا الغذائية ثم الكونسيرفا. الكونسيرفا كما يعني كمواد معلبة طبعا، واستفاد أكثر شيء استفاد من موضوع الدعم تبع الكونسيرفا مثل ما بنعرف، يعني الذرة، الكونسيرفا تبع الذرة أكبر مشروع سوري موجود بسوريا آنذاك، ومن ثم صناعة الألبسة الجاهزة وخصوصاً ألبسة الأطفال، ومن ثم الغزول. طبعاً على رأس هذه الصناعة كان موضوع زيت الزيتون السوري. لماذا زيت الزيتون السوري؟ يعني بالتحديد شو كان الهدف؟ زيت الزيتون السوري كان يصدر، بيسموها باللغة التجارية أو الصناعية يصدر دوغما. دوغما يعني بتنهك، يعني بدون معرفة اسم المنتج، وغالبا كان يمشي لإيطاليا أو يمشي لإسبانيا وينباع على أساس أنه هو زيت خام، ثم يتم تعبئته وتغلفته، يعني طبعا بعبوات صغيرة سواء 5 لتر أو 2 لتر أو نص لتر، ويباع على أساس أنه زيت زيتون إسباني أو إيطالي. وزارة الاقتصاد انتبهت لهي القضية، وفي أحد الصناعيين الكبار بسوريا بوقتها، هو صناعي وتاجر طبعا، انتبه لهي القضية وابتدوا يغلفوا ويعني عملية توضيب وتعبئة لزيت الزيتون، وينباع على أساس هو زيت زيتون سوري. طبعا الفرق بين أنه أنت تبيع الزيت بتنك، يعني دوغما مثل ما بيسموه بلغة السوق، وبين أنت تبيعه مغلف قد يعني يختلف ربح 100% أو 50% يعني زائد. نعم. طبعا تم اختيار هاي القطاعات. انا بدك تسمح لي انه اقرا شوي او اعطيك فكره لك وللساده المشاهدين على موضوع مستويات الدعم. مستويات الدعم كانت هي 3 مستويات. المستوى الاول تحسين الجوده، كفاءه الانتاج المحلي، والمستوى وبعدين تخفيض كلفه التصدير. كان هدفهم دعم المصدرين السوريين بثلاث مفاصل، خلينا مستويات او مفاصل. المستوى الاول هو تكلفه النقل، المستوى الثاني هو تخفيض التامينات الاجتماعيه، والمستوى الثالث هو دعم الطاقه. دعم الطاقه يعني بشكل سواء طاقه كهربائيه او سواء عن طريق الفيول او ماده المازوت حسب المواد المستخدمة بكل صناعة. هنا كان الدعم على أساس تقديم شيكات. نعم. شيكات دعم، يعني مو تقديم مع دعم مادي مباشر. كان الدعم
طبعا الدعم تم صرفه بعام 2010 وتم صرفه بالعام 2011، تم الإعلان عن 16 مليار ليرة سورية كمبلغ دعم. لكن بالحقيقة من خلال متابعتنا وخلال وجودنا بسوريا بهذيك الفترة، الدعم لا يتجاوز ال 500 مليون على ما أذكر، أو مليار تقريبا، يعني الدعم الحقيقي. لأن فرق كبير بالأرقام. طبعا اصطدموا أياما بواقع آخر، أنه مثلا على سبيل المثال أحد منتجي الثروة المعروفة بسوريا اكتشفوا أنه هو عنده ورشات تصنيع صغيرة، يعني ما هو ممكن يصنع بالبيوت، ممكن يصنع بورشات صغيرة. طيب وين فواتير الكهرباء، وين التأمينات الاجتماعية اللي ممكن يقدمها؟ بالنهاية قدموا له جزء من الدعم بتكاليف النقل بجزء بعض. هل كانت الموازنة هي من تدعم هذا الدعم، هي من تقدم هذا الدعم؟ طبعا طبعا الخزينة العامة للدولة خصصوا بند اسمه دعم الصادرات، تم تخصيص مبلغ 16 مليار ليرة، لكن هذا المبلغ لم يصرف بالكامل نتيجة أنه أغلب المصدرين السوريين أنذاك لم يحققوا الشروط المطلوبة منهم. مثل ما ذكرنا نحن، يعني الدعم هو يا أما طاقة، كان المصدرين عندهم هدف بوقتها أنه أنا بدي مصاري، يعني بدي كاش، بدي نقود، ما بدي أنا تعطيني شيكات لأدفع للتأمينات الاجتماعية، أو شيكات أدفع للكهرباء، أو شيكات أدفع للمحروقات، أو شيكات أدفع لشركة النقل. هذا الموضوع بيرجع لإشكالية واحدة ومعروفة، هي موضوع التهرب الضريبي أساسا. موضوع كمان أنه التجار عندنا أو الصناعيين بسوريا عندهم دفترين، دفتر خاص بالمالية ودفتر خاص فيهم. فأجد لما أجد هيئة تنمية وترويج الصادرات أو صندوق دعم الصادرات وبلشوا يدعموا اتحاد المصدرين، بلشوا يكتشفوا هاي القصة. هلأ نحن بنرجع لموضوع الأساسي من الحلقة، هو موضوع لماذا تم إلغاء اتحاد المصدرين. نعم، يعني تحديدا لماذا تم إلغاء هذا الاتحاد، سنناقشه إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام أرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب وأجدد الترحيب بضيفي السيد سمير طويل. سيد سمير، لماذا تم إلغاء هذا الاتحاد؟ إلغاء الاتحاد تم بالفترة الحالية أولا بانسحاب العديد من المصدرين السوريين. يعني مثل ما بنعرف نحن في مصانع كتير بسوريا تم إقفالها أو دمرت بسبب الحرب الدائرة بين النظام وقوات المعارضة. طبعا النظام هو كان عم يقصف المدن الصناعية، هو اللي كان عم يهجر الصناعيين، وحتى عم يحاول يفرض أتاوات عليهم حتى ما بقي من الصناعيين. إلغاء اتحاد المصدرين نرجع لعدة أسباب. السبب الأول، تحول سوريا من دولة مصدرة لمنتجات الصناعية سواء الغذائية أو الكيميائية أو الزراعية إلى آخره، إلى دولة مستوردة. نعم. فصار يعني بالمنطق الاقتصادي أنا بحاجة لاتحاد مستوردين ولست بحاجة لاتحاد مصدرين. النقطة الأخرى أنه أرقام التصدير تراجعت بسوريا يعني إلى أرقام غير مسبوقة، يعني حتى من فترة السبعينات كانت أرقام التصدير أكبر من أرقام التصدير الحالية. فهذا شيء آخر قد يدفع النظام لإلغاء اتحاد المصدرين. النقطة الثالثة هي موضوع فشل اتحاد المصدرين السوريين بمجلس إدارته الحالي من فتح أسواق جديدة للمنتجات السورية. مثل ما بنعرف نحن السوق التقليدية للمنتجات السورية هي يا أما دول الاتحاد الأوروبي أو دول الخليج أو دول الجوار. نعم. ببداية الأحداث بسوريا أو بداية الثورة السورية، اتحاد المصدرين خرج بعدة توصيات، أو حتى هي التنمية هي البحث عن أسواق جديدة. توجهوا بهي الأسواق الجديدة أما لروسيا أو دول شرق أوروبا أو إيران. وطبعا خلال 8 سنوات من الثورة السورية تبين أن هم فشلوا بتصدير منتجات، فتح أسواق تصدير جديدة. وشفنا نحن كل تابع متابعين للشأن الاقتصادي السوري سواء متخصصين أو من المتابعين تبين معهم أنه كيف فشلوا فشل ذريع لتصدير الحمضيات السورية إلى روسيا.
نعم اليوم لا عن طريق المقايضة ولا عن طريق يعني تصدير البيع. النقطة الأهم أنه هو نظام يعني لم يعد يخصص بند لدعم الصادرات السورية ضمن بنود الموازنة. طبعا هو كمان أمر مكلف، مثل ما أنا شايف أن حكومة النظام أو حكومة عماد خميس دائما عم تحاول تقلص النفقات. هل استمر هذا الدعم يعني خلال هذه السنوات للاتحاد؟ لا لم يستمر الدعم. إذا يعني فل فل ف يعني ال ال يعني التحجج بأن المصاريف لهذا الاتحاد هي ليست يعني مقبولة كسبب لإلغاء هذا الاتحاد. الاتحاد باللغة الاقتصادية فشل من الناحية العملية ومن الناحية النظرية في فتح نعم. أسواق جديدة وبدعم الصادرات السورية. نعم. أهم شيء هو كان المهم المنوطة بالاتحاد من عام 2014 هو بحث عن أسواق تصدير جديدة وإقامة نعم. معارض. ولكن يعني سيد سمير يعني رئيس الاتحاد السابق محمد سواح عم بيقول نعم عم بيقول انه كان خلال عام 2017 تجاوز الصادرات عبر هذا الاتحاد 7 مليارات دولار. هو رقم ضئيل قياسا بارقام التصدير. انا معلش لو اسمح لي انا بدي استعين بس بالورق. تفضل. انا بدي اعطيك احاول اعطيك ارقام بس على الصادرات السوريه. قيمة صادرات الألبسة الجاهزة كانت 7 مليار فقط. 7 2010 7 مليار الألبسة الجاهزة فقط. نعم. الكونسيروا 5 مليار دولار. دولار بالضبط. قيمة الغزول كمان 5 مليار. نعم. يعني إجمالي الصادرات كانت حوالي 16 مليار. هي الأرقام هيك عم تحكي. طيب. تمام. النظام يعني شكك بالأرقام اللي إنه 7 مليارات عام 2017 وقالت هي 700 مليون دولار. يعني فرق هائل بالأرقام. لا عفوا انا اعطيتك اضاءة على الارقام. نعم عام 2010. نعم انا تمام. ولكن اذا عدنا الى تصريح رئيس اتحاد المصدرين السوري السابق محمد سواح، مثل ما قلت لك انه هو عم بيقول عام 2017 كانت قيمة الصادرات السورية عبر الاتحاد تتجاوز 7 مليارات دولار، في حين الجهات الحكومية التابعة للنظام قالت هي فقط 700 مليون دولار. يعني فرق كبير تقريبا 10 اضعاف. هو في تضخيم على يبدو، عنده في تضخيم بسوريا. لا يوجد رقم احصائي دقيق. يعني دائما نعم. الارقام يعني تكذب. لكن انا اعطيتك رقم تقريبي لبعض السلع الشمل راح يشمل الدعم حوالي 20 مليار دولار يعني بالعام 2010. يعني تقصد يعني حتى لو كانت 7 مليار فهي ضئيلة بالنسبة لما كانت تصدره سوريا. أما إذا كان الرقم الحقيقي هو 700 مليون دولار ففي فرق شاسع بين الأرقام اللي كانت موجودة بالعام 2010 والأرقام موجودة بعام 2017. نعم. برأيك يعني أنت قلت أن الأرقام في سوريا في ظل النظام يعني دائما تكذب، ولكن فرق كبير يعني ربما يعني 5% 10%، ولكن هنا يعني فرق كبير بين 7 مليارات و700 مليون. لماذا برأيك؟ يعني ممكن محمد السواح يقصد من تضخيم هذا الرقم هو الإيحاء بأن اتحاد المصدرين يعمل، يعني هو يقوم بدعم الصادرات. لكن أنا لا أتوقع أن الرقم الصحيح رقم محمد سواح صحيح، ورقم النظام هو الأقرب إلى الواقع. نعم. قد يكون رقم النظام 700 مليون دولار هو رقم أيضا مضخم. أيضا 700 مليون يعني تتوقع أن يكون أيضا مضخم؟ ممكن النظام يضخم الأرقام ليقنع الناس أن حركة التصدير ما زالت مستمرة بسوريا. نعم. لكن خلينا نكون نحن واقعيين. تفضل. انتاج القمح كان 4 مليون طن، اليوم نتحدث عن نصف مليون طن.
يعني طبعا هي السنة مختلفة، طبعا الحرائق اللي صارت بمنطقة الجزيرة وبمناطق إدلب وحما، يعني لا يوجد إنتاج للقمح. يعني أي أن سوريا انضمت إلى نادي مستوردي المشتقات النفطية، انضمت إلى نادي مستوردي المواد الغذائية الأساسية، حتى القمح، الكونسروة، المعلبات، أحيانا بعض المواد الزراعية وبعض الفواكه. يعني سوريا تستورد القمح الآن من أوكرانيا، تستورد حتى يمكن زيت الزيتون يصدر او لا يصدر، يعني لا يكاد يكفي حاجه السوق المحليه. عن اي ارقام تصدير يتحدثون؟ يعني كما قلت ربما هناك يكون ال تراجع بطاقه 700 قطاع مليون، الفواكه. ال 700 مليون ربما تكون يعني غير دقيقة. أشكرك جزيل الشكر السيد سمير طويل الصحفي والمتخصص بالشأن الاقتصادي، كما أشكركم مشاهدينا الكرام، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.